هذا علميا يسمى مفتاح بالنسبة للعالم، أما لنا فيسمى حلم كل إنسان. الفرق بين الصورتين 75 عاما. الأولى حدثت في عام 1948، والثانية ما يجري حاليا بأهالي غزة. مفاتيح النازحين لا تزال في جيوب أصحابها رغم اختلاف أشكالها، آملين العودة إلى منازلهم وفتحها من جديد، حتى وهم لا يعلمون مصيرها وإن تحولت إلى ركام أو ظلت واقفة. والله هالبيت أنا لما بتذكر بطلع فيهن بتذكر شقى عمري، حياتي اللي أنا اشتغلت طول عمري لحتى الآن على ديون في البنوك، إيه؟ وبنيتها من دم قلبي، وفي الآخر ألاقيها كلها كوم. ومعظم سكان غزة لاجئون أو من نسل لاجئين، نزحوا أو طردوا من منازلهم أثناء حرب 1948 التي صاحبت إعلان إقامة دولة إسرائيل، أو ما يسميها الفلسطينيون بالنكبة. نظيف صهيونية ضيعت حلمنا، حلم أولادنا، حلم أبنائنا، لذلك ارتبط فيه القطعة المعدنية هذه، قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل ما ينوجد الاحتلال الإسرائيلي عندنا في البلد، وحظلنا محتفظين فيه مهما كلف الثمن. مفاتيح المنازل التي فقدت في نكبة 1948 ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل بين بعض الأسر، واليوم تكتسب مفاتيح المنازل التي تعرضت للقصف في الحرب الإسرائيلية على غزة معنى رمزيا جديدا لما يعتبرونه حقهم في العودة.